مرة أنني حدثتك عن حلم أرعبني؟ ذلك الحلم الذي رأيت فيه نفسك مطرودا من الجنة؟ نعم هو ذا. ألا زال يقلقك إلى هذا الحد؟ بل يقلقني أن يعود. البارحة كنت جالسا على هذا الكرسي فغفوت وأبصرت فيما يشبه النائم أنني في الجنة وأنني أمام مقصورة كأنها مقصورتك تماما. حاولت الدخول فمنعني حراسها. قلت لهم ويحكم هذه مقصورة زوجتي زبيدة، فأبوا دخولي. بعدها استيقظت وإذ بي على هذا الكرسي. خير إن شاء الله. ما رأيك؟ لست ماهرة بتفسير الأحلام لكني سأسأل عن ذلك مرجانة. اسمعي، أي خير فعلته البارحة؟ أتذكرين؟ لا أذكر أني فعلت مثل هذا. تذكرت، أعطيت أبا وهب 1000 درهم. 1000 درهم؟ ولما؟ لذلك قصة طويلة ارويها لي.